مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير واهلا بكم الى حصاد السعيد الاخباري. والبدايه بالعناوين. بعد انتهاء مهله الثلاثه ايام التي حددها لقاء انصار الله وفي ظل مقاطعه الناصر، بوادر اتفاق القوى السياسيه على انشاء مجلس رئاسي لحل الازمه في البلاد. جرحى في تفريق مظاهرة رافضة لما يسمى بالانقلاب على الشرعية في الحديدة، وأنصار الله يتظاهرون في تعز للمطالبة باتخاذ إجراءات لملء الفراغ الدستوري. اشتباكات عنيفة بين مسلحين وقوات أمنية بمدينة الحوطة في أعقاب هجوم شنه مسلحون على مقار حكومي بلحج. تتابعون هذه الأخبار وغيرها، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم. قال موفد قناة السعيدة إلى حوار القوى السياسية في الموفنبيك إن بوادر اتفاق خرج به الاجتماع الذي انتهى مساء اليوم على تشكيل مجلس رئاسي. وأشار موفد القناة إلى أن الاشتراك والإصلاح طلب مهلة للعودة إلى أمانة حزبيهما للتشاور. وكان الاجتماع الذي عقد مساء اليوم برعاية المبعوث الأممي شهد عودة أحزاب اللقاء المشترك في ظل استمرار مقاطعة تنظيم الوحدوي الناصري. المصادر أكدت إن اللقاء المشترك عاد وهو يحمل رؤية جديدة للتفاوض بعد يومين من فشله في إقناع الناصر بالعدول عن قرار الانسحاب والعودة إلى المفاوضات. إلى التفاصيل. اتفاق يسبقه اختلاف وتأكيد انسحاب، يعقبه اتفاق جديد وطلب عودة ممثلي الاشتراك والإصلاح إلى أمانتهم العامة. كل هذا التناقض كان في 6 ساعات من الحوار مساء اليوم بين القوى السياسية والمبعوث الأممي. اشتراك الإصلاح قالوا بيعودوا إلى الأمانة العامة في أحزابهم يناقشوا الأمور ويردوا بكرة، يردوا الخبر. ما هي الخطوط العريضة للتوافق اللي توصلتوا لها؟ مجلس رئاسي يتكون من 5 من 7، ما اتفقناش على التفاصيل، إنما مبدئيا مجلس رئاسي، وما زال ما فيش اتفاق كامل، يعني ما زال التوافق ناقص. الساعات الأولى من الحوار كانت تبشر بحسم مجلس رئاسي اتفقوا عليه وإن لم يوقعوا بعد، حين عاد المشترك للمفاوضات منقوصا من الحزب الناصري المتمسك بأسباب انسحابه. إلى أن يتم إبداء التنازل في هذه الخطوات المفروضة على الأرض وفرض هيبة وفرض وإذا لم تعود الأمور إلى مجراها ويعاد للدولة هيبتها وتعود المؤسسات الدولة اللي مارست مهامها بشكل سليم، من الصعب أن يعود التنظيم لحوار عبثي. حتى أخواننا في اللقاء المشترك يعني هم خيارهم أيضا في خيار المجلس الرئاسي، وبالتالي أصبحت يعني الرؤى قريبة جدا والناس على وشك اتفاق. أنا أتوقع أن نصل إلى اتفاق يعني غدا بعد غد، هذا يعتمد على بقية التفاصيل. حديث المهلة التي حددها مؤتمر أنصار الله وانتهت والسياسيون ما زالوا يتحاورون، قلل هؤلاء من شأنها وما ستحدثه على أرض الواقع. ملتزمين بالحوار والوصول إلى حلول بعيدا عن المداد وبعيدا عن يعني أي أسلوب آخر. ساعات الحوار قابلتها انتظار عدسات الكاميرا ليكون التأكيد على أن اليومين القادمين ستحمل معها الحل. لمناقشة هذا الموضوع انضم الينا عضو الدائرة السياسية لتنظيم الناصري ورئيس الدائرة السياسية الأستاذ عبد الله المقتري. أستاذ عبد الله مساء الخير. مساء النور. إذا المشترك عاد والقوى السياسية في طريقها لإبرام اتفاق شكله مجلس رئاسي الناصري، إذا ما الذي بقيت بيده من أشياء ليفعلها والكل ذاهب إلى مجلس رئاسي؟ والله أنا لم أعلم. الصوت نعم. ايوه الصوت. سمعت سؤال؟ الان واضح. انا اقول انه حتى اللحظه انا ليس لدي علما بالاتفاق او بالتوافق او مناقشه مجلس رئاسي.
لكن الكل كل ما أعلمه أن المشترك بالأمس المجلس الأعلى عقد اجتماعا وتم التوافق أمس وصباح اليوم على خيار واحد متمسك في اللقاء المشترك، وهو عودة الرئيس الجمهورية عن استقالته بشرط زوال الأسباب التي أدت إلى الاستقالة. هذا حديث كان في الصباح أستاذ عبد الله، هذا حديث ربما كان لحظة لو سمحت الساعة الرابعة عصرا. طيب ما جاء بعد السابعة عصرا الرابعة عصرا وبعد حتى السابعة مساء أنه خلاص الجماعة اتفقوا على تشكيل مجلس رئاسي الاشتراكي والإصلاح طلب العودة إلى اللجنة المركزية للتشاور معها، يعني خلاص الأمر بات غير ما كان الاتفاق عليه مسبقا. بالتالي السؤال نفسه الناصري، ما الذي بيده؟ والله إذا غير المشترك موقفي وتوافقت كل القوى السياسية على مجلس رئاسي، وإن هذا الخيار سيكون ضامن لعدم تشظي البلد وإخراجها من أزمتها، يظل هذا عمل نحن نباركه. أما نحن موقفنا واضح حتى هذه اللحظة. تباركونا وهل ستلتحقون به، ستوقعون أم ستكتفون بالمباركة؟ مجلس رئاسي يتطلب يا أخي الكريم الصوت أسمعك. أيوة، مجلس رئاسي يتطلب إعلان دستور، لأنه الاثنين على أي مرجعية دستورية، وبالتالي يتطلب إعلان دستوري، وإعلان دستوري يتطلب حل مجلس النواب وتعليق الدستور النافذ. ماذا سيترتب على ذلك ومن يتحمل مسؤولية ذلك؟ هذا هو المهم في الأمر. وبالتالي هذا التوافق على مجلس رئاسي، هل يا ترى ومنا أو الذين يسعوا في هذا الاتجاه موافقة المكونات السياسية والبرلمانية في المحافظات الجنوبية، أم أنه مجلس رئاسي من طرف واحد؟ أشكرك جزيلا عضو الدائرة السياسية للحزب الناصري عبد الله المقطري. أستاذ عبد الجندي إذا انضم إلينا عضو أو الناطق باسم المؤتمر الشعبي العام. أستاذ عبد الجندي، أستاذ عبد، مساء الخير. مساء الخير وعافية. المؤتمر الشعبي العام في منزل أبو رأس قال بأنه متمسك بالمؤسسات الدستورية بين قوسين مجلس النواب، واليوم الحديث بأنه المؤتمر وافق على المجلس الرئاسي. ما الذي نفهمه بالضبط من موقف المؤتمر وأين هو؟ المؤتمر الشعبي العام لا زال حتى الآن متمسك برؤيته أن حل القضية يأتي عبر المؤسسات الدستورية، وأن مجلس النواب هو المؤسسة الدستورية الوحيدة الموجودة التي تقدم رئيس الجمهورية باستقالته إليها، ولا بد لها فعلا من أن تتعامل مع هذه الاستقالة وبالتالي تقبل أو ترفض، لأنها هي المؤسسة الدستورية الوحيدة. وأي حل يتم خارج نطاق المؤسسة الدستورية، المؤتمر الشعبي العام سيتعاطي مع هذه الحلول، ولكن عبر المؤسسات، يعني يشدد بأنه أي حلول لابد ما تعرض وتكون محل توافق القوى السياسية، لابد أن تعرض على مجلس النواب. على ذكر القوى السياسية أستاذ عبد الجندي، ما جاء من اجتماع مع المبعوث الأممي قبل دقائق أو خلال الساعة الأخيرة أو النصف الساعة الأخيرة بأنه فقط الاشتراكي والإصلاح طلب العودة إلى أمانتهما العامة، أما المؤتمر فقد وافق. لك أن تؤكد أو تنفي هذا الخبر. والله أنا أؤكد بأنه إذا ما وافق الإصلاح والاشتراكي وكل القوى المتحاورة هناك وأنصار الله على الحل، نحن نتمسك فقط بأن هذا الحل يمر عبر مجلس النواب، يعني لا نرفض أي حلول تأتي بها القوى السياسية، لكن هذه الحلول يجب أن تعرض على مجلس النواب ويقرها. ففي هذا الإطار يعني موقفنا ثابت ومعلن، وكنا نتمنى فعلا للقوى السياسية التي تحاور اليوم بموفنبيك أن تخرج يعني بالحلول التي تحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره، وبالتالي تؤدي إلى انتهاء هذا الفراغ الدستوري الذي سيترتب عليه، خصوصا وهناك من يهدد باللجوء إلى حلول ثورية
البلاد لا تستحمل فعلا المزيد من المهاترات والصراعات ولا بد من حلول. فمعنى ذلك أن المؤتمر الشعبي العام الذي يتمسك بوجهة نظره عبر المؤسسة الدستورية ليس عائقا أمام أي حلول تجمع عليها القوى السياسية، لكنه يشترط أن تقرر هذه الحلول من قبل مجلس النواب. أشكرك جزيلا ناطق باسم المؤتمر الشعبي العام الأستاذ عبدالله الجندي. حذر مساعد ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، حذر من خطورة الأوضاع في اليمن واحتمال دخوله في حرب أهلية. وقال بن عمر بحسب صحيفة الشرق الأوسط خلال لقائه الصحفيين إن هذا البلد وصل إلى حافة الانهيار، وإذا لم يتم احتواء الموقف فسيدخل في حرب أهلية. وحمل المبعوث الأممي كل القوى السياسية مسؤولية ما وصل إليه الأوضاع في اليمن، مشيرا إلى أنه ولأول مرة نجد القبائل تحتضن عناصر تنظيم القاعدة، واصفا ما يحدث في جنوب البلاد بأنه خطير، وأن السبب الوحيد لعدم انفصال الجنوب هو تشرذم الحراك الجنوبي وكذا عدم اتفاق فصائله ومكوناته وعدم وجود قيادة موحدة. بن عمر قال إن أطرافا في الساحة كانت تراهن على أن تدخل الدولة في حرب مع أنصار الله، وأن كل طرف نظر إلى المسألة من منظار ضيق ومن مصالحه الخاصة. أغلق شباب غاضبون ومحتجون اليوم مقر أحزاب تكتل اللقاء المشترك في العاصمة صنعاء. وقال المحتجون إن السبب في إقدامهم على هذه الخطوة هو رفضهم لتحاور قيادة الأحزاب مع جماعة أنصار الله. إلى التفاصيل. كل يوم يمر يستحثهم ألا يتوقفوا حيث كانوا بالأمس. قيادات أحزاب اللقاء المشترك بعد أن أجلت أمس البت في عودتها إلى طاولة المفاوضات إلى اليوم وفق رؤية وبرنامج موحد، تفاجأت بشباب غاضبين قاموا بإغلاق مقراتها ومنها المقر الرئيسي بالعاصمة صنعاء. اليوم يؤكد شباب ثور 11 من فبراير استمرار إرادتهم الثورية بوقفتهم الاحتجاجية لرفض تفاوض اللقاء المشترك الذي خذل شباب الثورة منذ بداية عام 2011 حتى اليوم، فلا زالوا هم أمام تسوياتهم السياسية أمام التفاوض. اللقاء المشترك تطاول على الثوار بتحاوره مع الميليشيات، ويعد هذا خيانة لدماء الشهداء وخيانة لأهداف الثورة. الشباب يطالبون أحزاب اللقاء المشترك بعدم التفاوض مع من يصفونها بالميليشيات المسلحة، وقالوا إن أحزابهم التي هي أحزاب اللقاء المشترك تشرعن لأنصار الله ما هو غير شرعي. اليوم أغلقنا مقر اللقاء المشترك كخطوة أولى تعبيرا عن غضبنا وتنديدنا بهذا الحوار الذي يشرعن لهذه الميليشيات إجرامها. أقدمنا على الإغلاق الشكلي لأن أحزاب اللقاء المشترك للأسف الشديد اليوم أجلوا اجتماعهم، فهم يريدون التفاوض تحت المظلة الدولية تحت فندق موفنبيك برعاية أممية برعاية بن عمر. عليهم ألا يشرعنوا الانقلاب، لا تفاوض لا حوار مع القتلاء لا حوار. يأتي هذا الموقف من الشباب على أحزابهم أو الأحزاب التي يناصرونها قبل ساعات من انقضاء مهلة 72 ساعة التي خرج بها المؤتمر الوطني الموسع، مهلة ضاعفت من تلكؤ القوى السياسية في الشروع بتفاوض جاد لإخراج البلاد من فراغ سيادي وسياسي. كما أغلق العشرات من أعضاء التجمع اليمني للإصلاح صباح اليوم مقر الأمانة العامة للحزب في العاصمة صنعاء. وكذا مصدر محلي أن الأعضاء الغاضبين قاموا بإغلاق مقر الأمانة العامة للحزب، وذلك احتجاجا على سياسته في التفاوض مع جماعة أنصار الله. كما أكدت المصادر بأن المتظاهرين رفضوا مقابلة محمد اليدومي بحجة تساهل الحزب مع أنصار الله وعدم الاستجابة لنداءات الشباب بالنزول للشارع. جدد حزب المؤتمر الشعبي العام تأكيده على التمسك بالحوار كوسيلة لمعالجة كل القضايا السياسية بين مختلف أطراف الحياة السياسية. وشدد المؤتمر خلال اللقاء الذي جمع رئيس الحزب علي عبد الله صالح مع عدد من القيادات في منزل نائب رئيس الحزب صادق أمين
أبو راس شدد على ضرورة التمسك بالدستور للحفاظ على المؤسسات الدستورية لحماية مكاسب الثورة اليمنية والحفاظ على مكتسبات الشعب اليمني والوحدة التي قال إنه أنها تمثل هدفا مركزيا بالنسبة للمؤتمر وكافة القوى السياسية الشريفة. وكان موقع المؤتمر نت الناطق باسم حزب المؤتمر أكد إن الزيارة كانت بهدف الاطمئنان على صحة القيادي في الحزب أبو راس وكذا تبادل وجهات النظر حول الأوضاع السياسية في البلد. قالت مصادر محلية بمحافظة البيضاء إن 3 أشخاص قتلوا اليوم في مواجهة مسلحة بين القبائل المدعومة من أنصار الشريعة ومسلحي أنصار الله. ووفقا لذات المصادر فإن 2 من مسلحي أنصار الله ومدير أمن مديرية الشريعة ويدعى جبر السلالي قتلوا اليوم في هذه المواجهات. بعد يوم من الاشتباكات العنيفة شن مسلحون مجهولون هجوما وصف بالعنيف مساء اليوم على عدد من المباني الحكومية بمدينة الحوطة محافظة لحج. وقالت مصادر محلية إن الهجوم استهدف مبنى المحافظة ومبنى جهاز الأمن السياسي بالمدينة. المصادر ذكرت إن المهاجمين استخدموا في هجومهم قذائف الإربيجي وهو ما دفع بقوات الأمن إلى التدخل لتدور اشتباكات بين الجانبين. يشار إلى أن محافظة لحج تعاني من انفلات أمني غير مسبوق. نظمت جماعة أنصار الله اليوم في محافظة تعز مسيرة جماهيرية للمطالبة بمعالجة الأوضاع والفراغ الدستوري أو السياسي في اليمن. إلى التفاصيل. في الوقت الذي يقف فيه اليمن على مفترق الطرق ومصيره مرهون بمتحاورين يتجاذبون حينا ويتنافرون حينا آخر، ونحو الشارع تدفع كل قوى سياسية لنصرة من يمثلونهم على طاولة الحوار. تستمر في تعز المسيرات الجماهيرية حيث شهدت المدينة اليوم مسيرة لأنصار الله انتهى مطافها أمام مبنى المحافظة. إن البلد يمر في فراغ دستوري وفي فراغ على رأس هرم السلطة قد ينتج بكارثة من مماطلاتهم ومن نكاياتهم ومناكفاتهم. إن الأحزاب السياسية أثبتت بأنها لا تريد أن تنتج حلول لهذا البلد، كما أنها لا تتعامل مع قضايا البلد بوطنية وبمسؤولية. المتظاهرون طالبوا باتخاذ إجراءات مناسبة لملء الفراغ السياسي والمضي وفق مبدأ الشراكة الحقيقية، ودعوا إلى حل القضية الجنوبية تحت إطار دولة يمنية حديثة موحدة. خرجنا من أجل اليمن، من أجل مخرجات الحوار، من أجل نجنب اليمن من الكوارث وما يحصل، ونرجو من الله سبحانه وتعالى التوفيق. نريدها أن تكون سلمية وأن نطوي جميع الصفحاء ونكون صفحة بيضاء لكل المواطنين، وإن شاء الله بنكون مسيرة ناجحة، وهذا بعون الله ثم بعون الكوادر والشباب. في المسيرة رفع المتظاهرون لافتات حملت عناوين ومضامين عدة، واقع أكد أن مدينة تعز تجسد معاني المدنية وقدرة الجميع على التعايش بين أحضانها بسلام. شهدت محافظة الحديدة اليوم مسيرة شبابية جابت عددا من شوارع المدينة احتجاجا على ما وصفوه بالانقلاب على الشرعية. وحمل المتظاهرون في المسيرة لافتات تطالب بإعادة هيبة الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وإخراج المسلحين من المحافظة. هذا وقد ذكرت عدد من وسائل الإعلام بقيام مسلحين باعتراض المسيرة وقاموا بالاعتداء على الشباب المشاركين فيها، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح مختلفة. نظمت حركة رفض اليوم بمحافظة إيب وقفة احتجاجية أمام بوابة السلطة المحلية لإدانة ما وصفته باختطاف الدولة اليمنية ومؤسساتها من قبل المسلحين. وطالب المشاركون في الوقفة القوى السياسية بعدم التحاور مع المسلحين، معتبرين ذلك خيانة لثورة 11 من فبراير وثورة سبتمبر وأكتوبر. وأكدوا تمسكهم بخيارات الدولة ومؤسساتها الشرعية ممثلة بالرئيس ومخرجات الحوار الوطني. المحتجون أدانوا أيضا الاغتيالات التي شهدتها المحافظة والتي كان آخرها اغتيال المحامي والناشط الحقوقي محمد المساوى.
نظمت نقابة المحامين فرع محافظة إبليوم وقفة احتجاجية أمام مبنى محكمة الاستئناف بالمحافظة لمطالبة السلطتين الأمنية والمحلية بسرعة القبض على قتلة المحامي محمد المساواة وتقديمهم للمحاكمة. المحامون وفي وقفتهم الاحتجاجية هددوا بالإضراب عن العمل في حال لم يتم التجاوب لمطالبهم، كما طالبوا أيضا الجهات المختصة بوضع حد للانفلات الأمني ووقف كافة الاغتيالات في اليمن. يذكر أن المساواة اغتيل على يد مجهولين يستقلان دراجة نارية يوم أمس أثناء خروجه من منزله. كان من أبرز المحاميين احترافا لمهنة المحاماة بإخلاص وصدق، وإن اغتياله بهذه الطريقة الدنيئة والوحشية يعد حرابة، وإننا نطلب من السلطة بكافة أجهزتها أن تتابع الجناة وأن تبحث عن وأن تبحث عنهم. اجتمعنا المحامين جميعا وقفة احتجاجية في مبنى محكمة الاستئناف بخصوص الجريمة البشعة التي ارتكبت في حق زميلنا الأستاذ محمد حسن زيد المساواة وعلى الانفلات الأمني الذي تشهده المحافظة. نطمح الآن على أقل تقدير ضبط الجناة بعد ارتكاب جريمتهم. نحن الآن فقدنا رمز من رموز المحاماة، نرجو من جهة الضبط إلقاء كل القبض على جميع المتهمين وتقديمهم للعدالة. دعت رابطة علماء اليمن أبناء الشعب اليمني إلى رفض ونبذ عوامل الفرقة المذهبية والمناطقية والعنصرية وغيرها من العناوين التي يسعى الأعداء من خلالها إلى تمزيق اليمن وإثارة الفتن والقضاء على قيم الإخاء والتوائم والتعايش بين أبناء الوطن. جاء ذلك في بيان أصدرته الرابطة في ختام اجتماع لها اليوم بصنعاء كرس للوقوف أمام المستجدات على الساحة الوطنية، وشدد البيان على المسؤولية الجسيمة التي يتحملها علماء الأمة في هذه المرحلة، مطالبا المكونات السياسية بسرعة التوافق للوصول إلى حلول مرضية تكفل إخراج اليمن إلى بر الأمان وتحقيق مطالب أبناء الشعب المشروعة. حصاد السعيدة لهذه الليلة مستمر، ولكن بعد الفاصل. نظمت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بمحافظة تعز احتفائية لمرضى السرطان. من تعز والتفاصيل. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان، أقامت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بتعز احتفائية إنسانية شارك فيها الفنان وليد الجيلاني، تمثلت بزيارة لأقسام المرضى وقسم الأطفال وتوزيع العديد من الورود والهدايا. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان، تشارك المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في تعز بالاحتفال بهذه المناسبة. نشكر في هذا اليوم زيارة الفنان وليد الجيلاني مع الحاج عبد الواسع حال سعيد مع الحال رجل الأعمال جميل طه، ونشكركم جميعا لهذه اللفتة الإنسانية التي أظهرتموها وأشعرتم بها مرضى السرطان أطفالا ونساء ورجالا. زيارة أثرت في المرضى كثيرا وأشعرتهم بالسعادة والاهتمام الذي توليه دائما المؤسسة. وبهذه المناسبة وجه الحاج عبد الواسع هائل سعيد دعوة إلى رجال الأعمال لمواصلة دعمهم الخيري للمؤسسة. أدعو كافة رجال الأعمال وشرائح المجتمع بالتبرع بالدعم المستمر للمؤسسة. وعندما أقول الدعم المستمر ليس المقصود الدعم، يعني رجال الأعمال كل باستطاعته، ولكن أيضا حتى بالموظفين، الموظف الذي سيتبرع بقسط يوم والمواطن الذي سيتبرع بمئة ريال والمئتين ريال في النهاية مئة فوق المئة ألف وبداية السيل قطار يعني فيها. يشرفني كثيرا أن أقف معكم اليوم هنا في اليوم العالمي لمكافحة السرطان، وأنا أحب أن أقول لكم بهذه المناسبة أننا لم نأتي إلى هنا لنواسي المرضى ولم نأتي لنظهر تعاطفنا الكبير معهم، فهذا واجب إنساني وحق من حقوق وكل الذين ابتلاهم الله بمرض السرطان، لكننا بالتأكيد أتينا إلى هنا لنتعلم ابتلاءهم. في الختام، اعتبرت إدارة المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان الفنان وليد الجيلاني سفيرا للمؤسسة وناقلا لرسالتها الإنسانية والطبية.
وفي صنعاء وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان وبالتعاون مع المركز الوطني لعلاج الأورام والمستشفى السعودي الألماني، أقامت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان الندوة العلمية بعنوان السرطان طرق الوقاية والمكافحة. المشاركون في الندوة أكدوا على ضرورة مساهمة كافة الشرائح المجتمعية في التوعية بأنماط الحياة الصحية التي تقي من المرض والكشف المبكر، بالإضافة إلى توفير العلاج للمرضى والاهتمام بهم. أكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله الحامدي أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 8 فبراير في كافة مدارس الجمهورية. ونفى الحامدي في تصريح ل 26 سبتمبر ما تردد عن تأخير الدراسة للفصل الدراسي الثاني من العام الجاري. نفى مسؤولون في البنك المركزي اليمني سحب المملكة العربية السعودية لوديعتها في البنك والبالغة 1 مليار دولار. وقال الوكيل في البنك المركزي إبراهيم النهاري اليوم إن ما تناولته بعض المواقع في هذا الشأن عار عن الصحة ومجرد إشاعات، وشدد على أن اتفاقية الوديعة بين المركزي السعودي ونظيره اليمني اتفاقية دولية تتضمن مواعيد السداد بشكل دقيق، غير أنه لم يكشف عن الموعد الذي تحدده تلك الاتفاقية لرد الوديعة إلى السعودية. وكانت المملكة قد أودعت في العام 2012 وديعة بقيمة 1 مليار دولار، وذلك بهدف الإسهام في استقرار العملية العملة المحلية الريال ودعم الجهود الحكومية لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها اليمن. اطلع محافظ صعدة محمد جابر عوض على الاستعدادات الجارية لصيانة وترميم مدرج وساحات المطار. المحافظ وخلال زيارته للمطار أكد على أهمية المطار لخدمة أبناء المحافظة ورجال الأعمال والحركة التجارية، مشيرا إلى استعداد السلطة المحلية في التعاون على تسوير المطار والمساهمة في أعمال الصيانة وتشغيله. تسبب حريق ضخم شب اليوم بأحد المحلات التجارية بمدينة المكلا إلى إتلاف محل تجاري لبيع المفروشات. وقال شهود إن الحريق الذي تقدر خسائره بملايين الريالات أتى على محتويات المحل التجاري، كما أدى إلى انهيار سقف المحل. وذكر مواطنون إن الحريق الذي تسبب بأضرار لمبنى مجاور استمر لأكثر من 3 ساعات وسط تجمهر للمواطنين. في الختام نعود ونذكركم بالعناوين. بعد انتهاء مهلة 3 أيام التي حددها لقاء أنصار الله وفي ظل مقاطعة الناصري، بوادر اتفاق القوى السياسية على إنشاء مجلس رئاسي لحل الأزمة في البلاد. جرحى في تفريق مظاهرة الرافضة لما يسمى بالانقلاب على الشرعية في الحديدة، وأنصار الله يتظاهرون في تعز للمطالبة باتخاذ إجراءات لملء الفراغ الدستوري. اشتباكات عنيفة بين مسلحين وقوات أمنية بمدينة الحوطة، ذلك في عقاب هجوم شنه مسلحون على مقر حكومي بلهج. لمتابعة هذه الأخبار وغيرها زوروا موقعنا على الإنترنت السعيدة دشتي في .com. شكرا لمتابعتكم لحصاد الليلة، إلى اللقاء.